للحديث أكثر عن تطورات الوضع في محافظة النجف ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل من هناك أحمد الحسيني. بداية مرحبا بك، يعني أحمد، ما هي آخر التطورات لديك وبالتحديد بعد إعلان العصيان في عدد من الأسواق والشوارع التجارية تضامنا مع مطالب المتظاهرين؟ تفضل. نعم، شهدت المدينة القديمة في النجف اليوم إغلاقا تاما للمحال التجارية فيها بعد إعلان أصحاب المحلات والأسواق التجارية العصيان المدني وإضرابهم عن مزاولة أعمالهم كوسيلة ضغط على الطبقة السياسية بتنفيذ مطالب الشعب الذي خرج متظاهرا ضد الفساد وبعد ضياع العراق خلال فترة حكم استمر لمدة 16 عاما. المشهد اليوم في المدينة القديمة التي تتواجد فيها أسواق تراثية وشوارع تجارية كان خاليا من حركة المواطنين والزائرين بعد الاعتصام الذي أعلنه تجار النجف. مسيرة تجار وكسبة المدينة القديمة الاحتجاجية بدأت منذ الصباح من ساحة مجسرات ثورة 20 وصولا إلى مركز التظاهرات والاعتصامات في المحافظة في ساحة الصدرين، والتي رفعت فيها لافتات نادى بها الشعب العراقي منذ نزوله إلى ساحة التظاهر، وهي استقالة أو إقالة الحكومة الحالية وإبعاد المحافظة السياسية عن أي تشكيل حكومي مقبل ومحاكمة حيتان الفساد الذين تسببوا بإدخال العراق ضمن دوامة الديون الكبيرة المتراكمة على الدولة، وأيضا تعديل الدستور وفقا لمصلحة الشعب وإيجاد قانون انتخابي نزيه بعيد عن مصالح الكتل السياسية. طيب أحمد، هل هناك دعوات استمرار للوقفات التضامنية في النجف غدا الجمعة بالتزامن مع دعوات التظاهر المليونية في العاصمة بغداد؟ نعم، زخم التظاهرات قد تضاعف بعد بيان المرجعية الأخير والصريح بدعم مطالب المتظاهرين وضرورة استجابة الطبقة السياسية الحاكمة لتلك الصرخات التي تنادي باسم العراق واسترجاع كل حقوق الشعب. نعم، هناك دعوات أيضا في محافظة النجف الأشرف منذ اليوم لتظاهرة مليونية غدا في محافظة النجف الأشرف تشمل كل نقابات المحافظة والاتحادات وكذلك كل موظفي الدولة وكل طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في المحافظة، وهناك استجابة واضحة من قبل مواطني محافظة النجف الأشرف بكل أقضيتها ونواحيها لهذه المطالبات. نعم، زميل أحمد الحسيني من النجف كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.